سلام خوتي العزاز تحياتي للجميع بدون استثناء وكنتمنى تكونوا بخير على خير وبافضل الاحوال خوتي العزاز كما كنعرفوا ان الام كتشوف ولادها نعمه من نعم الله عليها والام خوتي كتحمل جميع اعباء دولادها بماكلتهم وشرابهم وكتعتني بهم في مرضهم وحتى فرحتهم كتصبر باش ولادها يوقفوا على رجلهم وتقدر طلق اخوتي وما تسمحش في ولادها كتخرج تخدم في الميناج وكتبقى هي بالجوع ولادة تشوفهم في احسن الاحوال ولكن اخوتي قصتنا عتبان فيها اسوا ام على الوجود لهذا جمدوا قلبكم بس سمعوا تفاصيل القصه ولكن قبل ما نبداو ما تبخلوش عليا باللايك اللي كيفرحني والتعليق اللي كيبسمني وكذلك البارتاج لكي تدعمني وده باختي يلا نسمعوا القصة كريستال كانديلاريو في عمرها 31 سنة من كليفلاند كتخدم بديل مدرس في مدرسة ابتدائية منذ 2022 نوفمبر عند ابنتها في عمرها عام واربع شهور وهي ام عازبه يعني هي اللي متكلفه ببنتها وما عندهاش الراجل كريستال اخوتي من الناس اللي عزيز عليهم يسافروا دائما وكل مره فين جبرا ها هي سافرت هنا ها هي مشات من هنا ها هي جات من هنا والمشكل انها كتسافر بوحدة وكتخلي بنتها عند الجيران صافي اخوتي الجيران طلع لهم الزعاف وعياو من كريستال كل مره هي مسيبه لهم العيله واش ولدوها ونسوها؟ بداو يتعصبوا كيهربو منا ما خصهمش يشدو لا بنته حتى واحد النهار في 6 من يونيو 2023 قررت تسافر ولكن ما تديش معها بنته وتخليها في الدار بوحدها اه اخوتي كما كتسمعوا بنت عندها عام واربع شهور عتبقى بوحدها ويماها عتسافر صافي اخوتي خلت بنتها في البيت ديال النعاس وتحديدا في سرير مشدود من كل جهه يعني الطفله كاع ما تقدر تخرج منه وحطت لها جوج ديال الحليب وصافي تخيلوا اخوتي ع والعيلة بوحده وجوج رضاعات الحليب عقلك ما يبغيش يستوعبها المهم اخوتي كريستال مشات وسافرت مع صحابها والسيده كتمتع بالعطله ديالها فرحانه ما كاينه غير شرقت شرق تشرق وتقول كاع ما مخليه بنتها الصغيره بوحده في الدار تصور اخوتي هي كتكون عندك غير نبته وكيبقى بالك معها شكون عايسقيها وشكون عايقابله وهذه اخوتي مخليه بنتها الكبده ديالها بوحده وكاع ما همها المهم هي تمتع وتستمتع بالسفر ديالها المهم في 16 يونيو يعني بعد عشر ايام من الصفر ديالها رجعت من الدار وفي بالها الطفله بدوك جوج رضاعات هما اللي مشبعينها وقال سكت كتسناها وكل شيء هو هذاك ولكن للاسف اخوتي جبرت الطفله توفات وفي حاله جفاف وجوع شديد وعاد بوبريا كانت غرقانه في الفضلات ديالها تخيلوا اخوتي كاع ما فكرت بنتها في هذه النقطه يعني يعني من قوه قلبها قاصع ما استوعبت والو سمحت في بنتها ومشات تستمتع مع راساتها كاع ما فكرت ان بنتها عتجوع او عتمرض او يقع لها شي حاجه كان همها غير تسافر المهم هي تمشي وتستمتع بوقتها وهذا هو الدنيا وما فيها تخيلوا اخوتي شنو عملت ملي شافت بنتها في ديك الحاله من الطبيعي عتبقى تبكي وتغوت ويقدر حتى عقلك يخرج السيده ديالنا لا ناضت كتنظف في الطفله والمطع اللي فيه بنتها امورها عاد عيطت على البوليس وبدات كتغوت وكتبكي وكتطلب المساعده كيف حال هي كاع ما عندها علاقه او يد في الموضوع صافي من اللي وصلوا البوليس لاحظوا باللي الطفلة كانت نقية ومتولة ولكن في المقابل ده هاتشي جسمها كيوضح انها كتعاني من جفاف وجوع صافي هنا الشرطة خداوها هان مباشرة باش يكتشفوا سبب الوفاة وداك اللي توقعوه هو اللي كان الطفلة كان عندها جفاف حاد وجوع وهذا اللي كان سبب في الوفاة ديالها خصوصا انهم لقاو في الفم ديال الطفلة اعزكم الله بعض الفضلات الدريوشة بسبب الجوع كانت كتاكلو الفحص الطبي قالوا باللي اصعب حالة مرت عليهم طول مسيرتهم حيت اخوتي الرضيعه جالين ضعافت سبعة كيلو خلال عشر ايام وعاد اخوتي الجفاف اللي كان في الشفيفه والجسم ديالها موراها بدات الشرطه كتحقق وكتبحث في الموضوع وملي سولوا الجيران قالوا باللي كريستال هادي عشر ايام وهي غايبه على الدار وهذه المده كامله كان كيزيلهم الدار خاويه وما فيها حتى واحد وطبعا اخوتي بعد هاد المعطيات كاملة شدوا الام وراجعوا الكاميرات المراقبة الخاصة بالدار باش يتأكدوا من حقيقة دي الكلام دي الجيران وطلع اخوتي للأسف كلامهم صحيح سمعوا البكاء ديال الطفلة مع الوحدة الليل بعد ثلاث ايام من صفار ديال كريستال وهذا كان اكبر دليل ضد كريستال خصوصا انها كانت كتنكر السفر ديالها وباللي خلات بنتها في الدار وملي عرضوا المقطع في المحكمه قدام كريستال وجهها كان كيخوف بالمره ما كيناش ملامح الندم او على الاقل تغوت او تعمل شي رده الفعل والو مساعده المدعي العام انا قالت بلي الحيوانات وكيهتموا بالاطفال ديالهم والرد احسن منك وكانت كتبكي من بشاعه الموقف قتل على الاقل كو جبتي بجزء من الفلوس اللي سافرتي بهم وزادت مساعدة المدعي العام قدمت صور ديال كريستال وهي فرحانة وكتسارة وما خصها خير في بورتوريكو مع صحابة قاع ما كاينه في بالا بنتها ولا شنو لا واش واكلة واش مغطية واش لابسة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخيلوا اخوتي حجم الخوف والجوع اللي عاشته هاد الطفله اللي باقا ما تجاوزتش عامين وعاد اخوتي في وقت ديال المحاكمه جاتي مع هاد كريستال وقالت باللي بنتها كانت كتعاني من مشاكل نفسيه وكانت كتاخد ادويه خاصه بالاكتئاب ومن اللي خلاتها كانت مريضه نفسيا عليها كانت باغيه تسافر وتغير الجو وهذا هو السبب اللي خلاها تخلي بنتها في الدار بوحدها وعلى الاقل اختي غاك وشديتيها نتينا او الى لغديدي كنعاود هاد القصه وربي اللي عالم بي قلبي كيتقطع وحتى كريستال اخوتي قالت بلي عندها امراض عقليه وحقا الواد حاولت تنتحر في عام 2023 وبلي وقفت الدواء وحالتها كانت ماشي مستقره وعاد زادت قاتلهم انها كتالم الموت بنتها وكطلب من الرب وبنتها يسمحوها حيت هي بصح عيانه نفسيا وكتعاني القاضي خوتي قال في وسط المحاكمه أنت نارتك بتي الخيانه العظمى بالنسبه لبنتك ماتت بابشع طريقه بلا ماكله ولا شراب وزد عليها الخوف فضلتي بكل برود تستمتعي وبلا ما تفكري في بنتك وخليتيها حتى ماتت وحكم عليها بالسجن مدى الحياه وزيد عليها خوتي بدون امكانيه الافراج المشروط بالمره يعني ما كيناش يديك حسن السيره والسلوك والطريقة ودخرج عاد تبقى تما حتى تغمال وعاد زد كيما حبستي بنتك ولكن الفرق الوحيد هو ان ماكلتك وشرابك عيجيو حتى عندك وعجبر لي قبلك ويعاونك عكس بنتك مسكينه وفي النهايه ماشي يا خوتي اي ام فعلا هي يا أم خوتي العزاز شكرا لأنكم وصلتوا لنهاية القصة وكنتمنى ما تبخلوش عليا بدعمكم الكريم باللايك والاشتراك مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بارتجوا مع الحباب والصحاب وما تنسونيش من تعاليقكم الرائعة وما بقى عليا خوتي دابا غير نقولكم مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله